ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن منطقة سوق أربع الغرب اهتزت قبل قليل من يوم الخميس على وقع جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شخص على إطلاق الرصاص على شقيقه وزوجة هذا الأخير بواسطة بندقية صيد ما تسبب في مصرعهما. وأكد المصدر ذاته أن خلافا وقع بين المعني بالأمر وشقيقه حول الإرث أمام المحافظة، ما دفع بالمتورط إلى إطلاق رصاصات على شقيقه وزوجته، أردتهما قتيلين على الفور. وأشارت ذات المصادر إلى أن المصالح الأمنية حلت بمكان الجريمة مباشرة بعد وقوعها، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف ملابسات نازلة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.